بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في موقعه كلاما فيما يخص الإنكار العلني على ولاة الأمور في مقالة بعنوان حقوق ولاة الأمر المسلمين، النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف. يقول الشيخ حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي علمه: وإذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين، سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال الذي تكرر: الاستدلال بهذه الحادثة على جواز الإنكار على الأئمة أمام العامة أو العلانية. إذا لم يترتب على ذلك مضرة ما في بأس، يعني إذا وجد المنكر يعني وراءه فإنه يبين يعني هذا المنكر، يعني لأن المنكر يعني ظهر وإنكاره أيضا كذلك ظهر تبعا لظهور المنكر. يقول من يقول بالتفريق بين النصيحة للولاة وإنكار المنكر: النصيحة تكون بالسر، أما الأمر معروف عن المنكر فإذا كان المنكر علانية فينكر عليهم علانية، استدلالا بفعل أبي سعيد. لا شك النصيحة في السر والكتابة لهم أو الاتصال بهم، لأن هذا لا شك أنه طيب، والفائدة تكون فيه يعني حاصلة بإذن الله. لكن إذا وجد يعني شيء منكر والناس يعني رأوه، فالسكوت على المنكر يعني معناه كأنه يكون فيه قرار الله وعدم إنكار الله، فإنكاره وبيان أن ذلك غير سائر أن هذا مثل ما حصل من أبي سعيد.